الله يبارك فيك تقول مني بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أرحب بجميع السادة الأكاديميين والباحثين المحترمين في اليوم الأول من الدورة الموسومة بعنوان قانون الاستثمار العراقي بين الواقع والطموح. يقدم هذه الدورة كل من أستاذ مساعد دكتور أنسام عوني رشيد التدريسية في كلية العلوم السياسية جامعة النهرين، وأستاذ مساعد دكتور علي سليمان محمد تدريسي في كلية الحقوق جامعة تفريط. هذه الدورة كالمعتاد برعاية الأستاذ الدكتور رئيس جامعة تكريت وعد محمود رؤوف المحترم، وبإشراف أستاذ مساعد الدكتور سياف عبد الحسين مدير مركز التعليم المستمر. اليوم الأول إن شاء الله لهذه الدورة، غدا في الموعد نفسه في تمام الساعة 9 مساء اليوم الثاني والأخير لهذه الدورة. نتمنى لك دكتورة الموفقية. تفضلي دكتورة أنسان. شكرا جزيلا أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيدات والسادة رواد منصة مركز التعليم المستمر في جامعة تكريت، أسعدتم مساء. في بداية دورتنا الموسومة قانون الاستثمار العراقي بين الواقع والطموح، أحب أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى مركز التعليم المستمر في جامعة تكريت متمثلا بالأستاذ المساعد الدكتور سياف عبد الحسين رئيس المركز، والسيد محمد خالد أحمد عضو اللجنة التحضيرية في مركز التعليم المستمر لما أبدوه من دعم في إعداد هذه الدورة التدريبية. ونبدأ بسم الله دورتنا، وكمقدمة توضيحية نود البيان أن قانون الاستثمار العراقي رقم 13 سنة 2006 تناول ثلاثة أبعاد هما المستثمر والمطور العقاري والمطور الصناعي. وفي دورتنا التدريبية لهذا اليوم وغد إن شاء الله سوف نتناول قانون الاستثمار من مركز المطور العقاري، وسوف نعتمد إلى استخدام الأسلوب المقارن بأن نستعرض قوانين استثمارية في الإمارات وقطر وسوريا ومصر ونقارنها بقانون الاستثمار العراقي لكي نصل إلى صورة حقيقية تبين لنا هل أن المشرع العراقي بوضع لقانون الاستثمار أصبح قادر على دعم الاستثمار داخل العراق والحفاظ على ثروات البلاد. وهذا ما سوف نحاول أن نبينه في دورتنا التدريبية الموسومة بقانون الاستثمار العراقي بين الواقع والطموح. نلاحظ أن المشرع العراقي وضع لنا قانون الاستثمار رقم 13 سنة 2006، وعدل تعديل ثاني بقانون رقم 50 لسنة 2015. وكانت من الأسباب الدافعة إلى تشريع هذا القانون هو من أجل خلق مناخ مشجع وملائم للاستثمار في القطاعات كافة، ومنح امتيازات وإعفاءات وقروض ميسرة جاذبة للمستثمرين، مع فسح المجال أمام الوزارات للمشاركة مع القطاع الخاص العراقي والأجنبي والمختلط لتأهيل وتشغيل شركاتها لتنعكس بشكل إيجابي على التنمية الاقتصادية وإعادة إعمار العراق. لذلك لاحظ في السنوات الأخيرة أنه العراق بدأ يعاني من أزمة سكن جدا خانقة بلغت ذروتها. بدأت الدولة تحاول البحث عن الحلول لهذه الأزمة، فكان في مقدمة الحلول، وكانت هذه الحلول من الحلول المعتمدة ليس فقط داخل العراق وإنما داخل العديد من الدول، هو إشراك القطاع الخاص في حل هذه الأزمة، وذلك بأن تعهد الدولة إلى المطور العقاري القيام بالمشاريع الاستراتيجية في قطاعي بناء المدن السكنية والمناطق الاستثمارية. وما هي إلا سنوات قصيرة حتى بدأنا نشاهد البنايات السكنية العمودية تملأ أرجاء مدينة بغداد والمحافظات، والتي تكفل بإنشائها شخص يطلق عليه في القانون اسم المطور العقاري، حيث يعمل المطور العقاري من خلال الدور المنوط به إلى تحقيق منافع اجتماعية للبلد المضيف له، فيعمل على إنشاء السكن اللائق والمناسب بما يملكه من ملاكات وخبرات إعلانية وتسويقية لجذب العملاء وتلبية طموحاتهم، فيعمل على حل أزمة السكن التي أصبح العراق يعاني منها كما تعاني منها أغلب دول العالم. وبذلك فإن المطور العقاري الذي أوجده قانون الاستثمار يعمل على إيجاد فرص عمل كثيرة من خلال عمله التطويري للعقارات، إذ يتم تشغيل أعداد كبيرة من العاملين، الأمر الذي يؤدي إلى القضاء أو التخفيف من مشكلة البطالة، كما يؤدي إلى أكساب العاملين في المشاريع الاستثمارية العقارية من الوطنيين الخبرة
والعمل على تدريبهم على الاستخدام الأمثل لوسائل الإنتاج المتقدمة. هذا الأمر يعود بالنفع على الفرد نفسه والدولة المضيفة بحصولها على أفضل المهارات التنظيمية والخبرات الفنية والإدارية والتسويقية، وبما يحقق المزيد من التنمية الاقتصادية لتلك الدولة. كما أن المطور العقاري يحقق من خلال قيامه بإعادة ترميم الأحياء السكنية التي قد تكون آيلة للسقوط الوصول إلى الشكل والمظهر الحضري للمدن، تلبية لمقتضيات التطور العمراني عبر استخدام أساليب الصناعة العقارية الحديثة والتقنيات المتطورة. وأعمال التطوير العقاري في إنشائها للمباني ذات الجودة العالية والحديثة والمبتكرة، فإنها تساهم في الحفاظ على سمعة الدولة كمركز تجاري واقتصادي دولي، وبذلك يتم خلق بيئة تنافسية تحفز المطورين الآخرين على مراعاة معايير الجودة وتقديم أفضل ما لديها في ذلك في مجال القطاع العقاري. لذلك لاحظ أنه بإقامة المطور العقاري المشاريع الاستثمارية بصفة عامة، فإنه يعد أداة رئيسية لنقل التكنولوجيا الحديثة إلى الدولة المضيفة له، نظرا لما تمتلكه شركات التطوير العقاري العملاقة من إمكانيات وقدرات هائلة على صعيد البحث العلمي والتكنولوجي. لذلك استفادت الكثير من الدول من المطور لتطوير العقاري لتطوير البنية التحتية الأساسية وتوفير الوحدات العقارية السكنية والمنتجات العقارية التجارية، إذا ما أحسن وضع القواعد القانونية الضابطة لعمل المطور العقاري. كما أن أعمال التطوير العقاري بإمكانها أن تقوم بدور فاعل في دعم الاقتصاد الوطني، لأن إنشاء المطور العقاري للمشاريع السكنية والتجارية عبر استثمار أموال في هذا القطاع يعد بديلاً ناجحاً عن القروض الخارجية التي قد تلجأ إليها الدولة لحل أزمة السكن وإنشاء المشاريع الاستثمارية. ويمكن للمطور العقاري توفير العملات من خلال ما يجلبه من رأس مال نقدي وعيني إلى الدولة، إذ أن جلب المطورين العقاريين لإقامة المشاريع العقارية من شأنه أن يؤدي إلى زيادة النقد الأجنبي عن طريق ما تحصل عليه الدولة من رسوم يدفعها المطور كرسوم الجمركية، فضلا عن الدخل المباشر الذي تحصل عليه الدولة والمتأتي من بدلات الإيجار الأراضي التابعة لها التي يتم تطويرها من قبل المطور العقاري، ما يؤدي إلى زيادة الإيرادات من العملة الأجنبية للدولة المضيفة ويعد عنصرا ضروريا لتنميتها الاقتصادية والاجتماعية. كما يعمل المطور العقاري على توفير موارد إضافية للدولة نتيجة ما تفرضه الأخيرة من ضرائب على الأرباح التي يحققها مشروع العقاري. كما يؤدي نشاط المطور العقاري إلى إيجاد دخول جديدة لبعض الفئات مقابل خدمات معينة، مثل استئجار المباني اللي يشيدها المطور العقاري ويتم بيعها للعملاء، وهذا من شأنه أن يؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى زيادة التنمية. وإذا كان العراق، لذلك في ضوء الأهمية والدور اللي يقوم به المطور العقاري واللي أوجد المشرع العراقي ضمن قانون الاستثمار لسنة 2006، فإذا كان العراق راغبا في تشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال نحو الاستثمار العقاري وحل أزمة السكن وإنشاء المشاريع الاستثمارية، فعليه العمل على تنظيم أحكام التطوير العقاري بشكل يوفر الضمانات القانونية أولا للمطور العقاري بأن يتم تحديد حقوقه والتزاماته بشكل تفصيلي وواضح لا يدعو فيه مجالا للاجتهاد، وفي ذات الوقت أن يضمن هذا القانون للمستفيدين الحفاظ على حقوقهم وإعادة هذه الحقوق لها متى ما لحقت بالمشروعات العقارية أسباب تؤدي إلى توقفها أو إلغائها. وعلى الرغم من أن المشرع العراقي أضاف إلى التعديل الثاني رقم 50 لسنة 2015 لقانون الاستثمار رقم 13 سنة 2006 مفهوم المطور العقاري، لأنه هذا القانون أول من وضع كان ما يضمن مفهوم المطور العقاري، إلا أنه لم ينظم أحكام التطوير العقاري ببيان حقوق والتزام المطور العقاري، وإنما اكتفى بتعريفه والإشارة إليه بشكل عابر وبصورة مقتضبة وسريعة وغير تفصيلية، وبشكل لم يعطي صورة واضحة وشفافة عن المطور العقاري. وكان التنظيم هذا الذي وضعه المشرع العراقي رغم أنه وضع بالتعديل الثاني رقم 50 لسنة 2015 لا يتناسب مع الدور الهام الذي يوكل إليه من النهوض بالواقع العمراني وحل أزمة السكن وإنشاء المشاريع الاستثمارية.
لذلك نجد أن مصطلح المطور العقاري هو من المصطلحات الحديثة نسبيا، تزامن ظهوره مع التقدم التقني الكبير اللي شهد قطاع البناء لمواجهة أزمة السكن، ومع اعتماد دول الاتحاد الأوروبي على قوانين تحمي المستهلك في مواجهة المطور العقاري، وهو مصطلح استخدمته القوانين في مصر والعراق وقطر والإمارات والبحرين، في حين أن قوانين أخرى أطلقت عليه اسم المرقى العقاري. لذلك من ندرس المطور العقاري أو نبحث في المطور العقاري اللي توكل إليه مهمة إنشاء المساكن والقيام بالأعمال الاستثمارية وكل ما يتعلق بالبناء داخل العراق، لابد للمشرع العراقي أول شيء أن يعطي تعريف، يعطي صورة واضحة عن مفهوم المطور العقاري، على مود نعرف من يعتبر مستثمر ومن يعتبر مطور عقاري، من يدخل في إطار هذا المفهوم ومن يخرج عن إطار هذا المفهوم. لذلك من راح نبدي نعرف المطور العقاري، لابد أنه إحنا شو نبين؟ نبين تعريفات الدول القريبة عن العراق، شلون عرفت المطور العقاري واستطاعت أن تضع ضوابط وحدود لعمله؟ وهل أن المشرع العراقي بقانون 2016 تعديل رقم 50 لسنة 2015 هل استطاع أن يضع تعريف واضح للمطور العقاري؟ وهذا المطور العقاري اللي ما شاء الله هسه وين ما نروح نشوف البنايات العمودية خصوصا داخل بغداد، فجأة لمنا وقعدنا وشفنا البنايات العمودية مالية أرجاء بغداد، كل بالشرق والغرب والشمال والجنوب كلها مجمعات سكنية تكفل بإنشائها المطور العقاري. هل إنه هذا عمل المطور العقاري اللي ده يبيع وحدات سكنية على الخريطة؟ يعني دائما إنه المشاريع السكنية اللي يتم إنجازها بالوقت الحاضر تشتري أنت وحدة سكنية هي غير مبنية، فيسمى عقد بيع عقار على الخريطة. هل إنه المشرع العراقي نظمه وطاه كل أبعاده اللي تحمي المطور العقاري أولاً وتحمي الشخص اللي اقتنى الوحدة السكنية بأنه يضمن حقوقه؟ هذا ما راح نحاول نبينه من خلال بيان أحكام التطوير العقاري في قانون الاستثمار. فنأتي أولاً إلى تعريف المطور العقاري. نلاحظ أن القوانين نظمت عمل المطور العقاري عمدت إلى وضع تعريف مصطلح المطور العقاري، إذ عرفت الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون التنظيم التطوير العقاري القطري رقم 6 لسنة 2014 المطور العقاري بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بمزاولة أعمال التطوير العقاري. وعرفت الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون تنظيم التطوير العقاري القطري أعمال التطوير بأنها أعمال تشييد متعددة الطوائف دكتور أنسام. دكتور أنسام. دكتور أنسام إذا تسمعني. أعزائي المشاركين، أعتذر عن هذا الخلل، سنقوم بإصلاح الخلل في أسرع وقت ممكن ولإكمال المحاضرة إن شاء الله. نشكر صبركم وحسن استماعكم.
زال مشاركين شراء. إن شاء الله اتصلت بالدكتورة أنسام وأخبرتني أنه ستدخل إن شاء الله، لديها مشكلة في الإنترنت، إن شاء الله ستدخل في أسرع وقت ممكن. وعليه فإن هذا التعريف اعتبر المطور العقاري هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يحمل الجنسية السورية أو الأجنبي، لكن هذا التعريف لم يحدد بشكل واضح الأعمال التي يمكن للمطور العقاري أن يقوم بها. في حين عرفه المشرع الجزائري في الفقرة 14 من المادة الثالثة من قانون الترقية العقارية 11/4 لسنة 2011 بأنه يعد مرقيا عقاريا كل شخص طبيعي أو معنوي يبادر بعمليات بناء مشاريع جديدة أو ترميم أو إعادة تأهيل أو تجديد أو إعادة هيكلة أو تدعيم بيانات تتطلب إحدى هذه التدخلات أو تهيئة أو تأهيل الشبكات بقصد بيعها أو تأجيرها. وبذلك فقد أحسن المشرع الجزائري عندما حدد المطور العقاري بالشخص الطبيعي والمعنوي، إلا أنه لم يشترط الترخيص له كشرط لممارسة أعمال الترقية العقارية، في حين أن أغلب التشريعات المنظمة للتطوير العقاري نصت صراحة عند التعريف المطور على ضرورة كون حاصل على ترخيص من جهة إدارية مختصة. تختلف هذه الجهة باختلاف الدول، فكل دولة تعطي لجهة معينة بموجب قوانينها صلاحية منح الترخيص للمطورين العقاريين، فلا يمكنهم مزاولة نشاط التطوير العقاري إلا بعد الحصول على ترخيص. كمان المشرع الجزائري كان موفقاً عندما أورد تعداداً للأعمال التي يمكن للمطور القيام بها لإنشاء وتشييد المباني وتطويرها، تعداداً وسع فيه من نطاق أعمال التطوير مع إيراده تعريف لكل عمل من تلك الأعمال، إلا أنه يؤخذ عليه أنه أورد هذه الأعمال على سبيل الحصر وليس المثال.
أما المشرع المصري فقد عرف في المادة الأولى من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 المطور العقاري بأنه كل شخص اعتباري يرخص له إنشاء منطقة استثمارية أو إدارتها أو تطويرها أو تنميتها وفقا لأحكام هذا القانون. وبذلك فإن المشرع المصري بيّن بأن المطور العقاري هو الشخص المعنوي دون الشخص الطبيعي، وذلك لأن الواقع العملي يشير إلى أن ممارسة أنشطة التطوير العقاري يكون من قبل الأشخاص المعنوية دون الأشخاص الطبيعية، نظراً لما يوفره الشخص المعنوي لنشاط المطور العقاري من إمكانيات مالية عالية. كما أنه أورد تعدادا حصري للأنشطة التي يمكن للمطور مزاولتها، وهي ألف إنشاء المناطق الاستثمارية، باء إدارة المناطق الاستثمارية أو تطويرها وتنميتها. لكن المشرع المصري كان شخص عملي، اطل المطور العقاري تعريف بشكل واضح وقصر عمله على الشخص المعنوي دون الشخص الطبيعي للأسباب الاعتبارية اللي ذكرناها، وحدد نشاطه بإنشاء المناطق الاستثمارية أو إدارة هذه المناطق أو تجديدها أو تنميتها. وعرف أمر مشرع الإماراتي فقد بيّن أن المطور العقاري في قانون تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبو ظبي رقم 3 لسنة 2015 بأنه الشخص المرخص له بمزاولة أعمال التطوير وبيع وإدارة وتأجير العقارات كمطور رئيسي لمشروع التطوير العقاري. والمشرع الإماراتي كان أكثر دقة في تعريفه إذ استخدم مصطلح الشخص المرخص، وبذلك جمع بعبارة الشخص الطبيعي والشخص المعنوي، كما استخدم مفردة تطوير لتتسع وتشمل أعمال إنشاء الوحدات العقارية والترميم لمباني قائمة، كما أشار إلى البيع وتأجير العقارات والإدارة كعمل من أعمال المطور بالنسبة للوحدات العقارية غير القائمة. وعرفت المادة الأولى من قانون تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبو ظبي النافذ المطور الثانوي على أنه الشخص المرخص له بمزاولة أعمال تطوير وبيع وإدارة وتأجير عقارات في جزء من مجمع رئيسي بموجب اتفاق بينه وبين المطور الرئيسي أو مطور فرعي آخر. وعليه خول المشرع الإماراتي في هذا القانون للمطور الفرعي ممارسة أعمال التطوير المطور الرئيسي من تطوير وبيع وتأجير وإدارة على أن تقع كل هذه الأعمال على جزء من المشروع وبموجب اتفاق يتم بينه وبين المطور الرئيسي، بحيث يقوم الأول مقام الأخير بالنسبة لأي جزء من عملية تطوير المشروع، أو يكون بموجب اتفاق بينه وبين مطور فرعي آخر. أما المشرع العراقي، عندما نأتي للمشرع العراقي اللي نظم أحكام قانون الاستثمار ب37 مادة قانونية فقط، فيتناول المطور العقاري بشكل مقتضب، وأشار إلى أن المطور العقاري بموجب الفقرة 12 من المادة الأولى من قانون الاستثمار العقاري النافذ بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي حاصل على إجازة استثمار المشاريع الاستراتيجية في قطاعي بناء المدن السكنية والمناطق الاستثمارية أو أي قطاع تنموي آخر تقع خارج التصميم الأساس تقترحه الهيئة ويوافق عليها مجلس الوزراء. يتبين لنا من التعريف المتقدم بأن المشرع العراقي جعل ممارسة نشاط التطوير العقاري يكون للأشخاص الطبيعية والأشخاص المعنوية، وهذا بخلاف المشرع المصري الذي قصر ممارسة التطوير العقاري على الشخص المعنوي. وحسنا فعل المشرع العراقي، كما بين المشرع العراقي أن الأعمال المنوطة بالمطور العقاري الحاصل على إجازة استثمار للمشاريع الاستراتيجية هي بناء المدن السكنية والمناطق الاستثمارية والبناء لأي قطاع تنموي آخر وباقتراح من هيئة الاستثمار على أن يقع خارج التصميم الأساس للمدن وأن يتم الموافقة عليه من مجلس الوزراء. وبذلك فإن المشرع العراقي اتخذ موقفاً متشدداً باشتراط موافقة مجلس الوزراء، مخالفاً بذلك القوانين المقارنة التي اكتفت بضرورة حصوله على الترخيص من جهة الإدارية المعنية. وجاء المشرع العراقي في الفقرة الثالثة من المادة الأولى بتعريف للمطور الثانوي، وعرفه بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي تنتقل إليه ملكية جزء من المشروع الاستثماري لغرض تطويره ضمن مشاريع المدن السكنية الكبرى والمناطق الاستثمارية أو أي قطاع آخر تقترحه الهيئة ويوافق عليه مجلس الوزراء وفقا للتصميم الأساسي للمشروع.
وبينت الفقرة زاي من المادة العاشرة من قانون الاستثمار العراقي النافذ على أنه للمطور نقل ملكية جزء من المشروع الاستثماري بعد إنجاز نسبة 40% من المشروع إلى المطور الثانوي وبموافقة الهيئة مانحة الإجازة. وبذلك فإن المشرع العراقي جعل المطور الثانوي شخص تنتقل إليه ملكية جزء من المشروع الاستثماري بموجب عقد بيع بينه وبين المطور بعد إنجاز نسبة 40% من المشروع وبموافقة الهيئة مانحة الإجازة. وبذلك كان موقف المشرع العراقي مخالف للقوانين المقارنة التي ذكرناها التي اكتفت بالإشارة إلى المطور الثانوي بكون شخص يعهد إليه القيام ببعض الأعمال التطويرية ولجزء معين من المشروع ويبقى المطور الرئيسي مالكا للمشروع برمته. وعليه نقترح على المشرع العراقي أن يعدل الفقرة 12 من المادة الأولى من قانون الاستثمار العراقي النافذ ويعرف المطور العقاري بأنه كل شخص مرخص بممارسة أعمال التطوير وبيع وإدارة وتأجير العقارات كمطور رئيسي لمشروع التطوير العقاري. ونقترح كذلك تعديل الفقرة 13 من المادة الأولى من قانون الاستثمار العراقي النافذ وتعريف المطور الثانوي بأنه كل شخص يسند إليه المطور القيام ببعض الأعمال التي يتولاها بموجب اتفاق بينهما. وبعد أن بينا تعريف المطور العقاري في القانون العراقي والقوانين المقارنة وصلنا إلى أن المشرع العراقي لم يعطي صورة واضحة لمفهوم المطور العقاري الذي يعهد إليه القيام بإنشاء المشاريع السكنية الكبيرة والذي قام بإنجاز العديد من المشاريع السكنية الكبيرة داخل العراق في كل محافظات القطر. علينا تتطلب دورتنا التدريبية أن نبين دراستنا لمصطلح المطور العقاري بيان العلاقة ما بين المطور والمستثمر، وهل أن مصطلح المطور يقصد به المستثمر أم أن هناك اختلاف بينهما؟ وهذا تساؤل طبعا يتبادر إلى الكل، يقول يا بهل إنه المستثمر هو نفسه مطور لو المطور هو مستثمر أيضا؟ للإجابة عن هذا التساؤل يجب أن نبين أن علاقة المطور بالمستثمر هي من باب علاقة العموم بالخصوص، فكل مطور عقاري هو في الحقيقة مستثمر، ولكن ليس كل مستثمر هو مطور عقاري. فالمستثمر يخصص أمواله ويرصدها لمزاولة أي نشاط استثماري وفي أي قطاع، فقد يستخدم المستثمر أمواله في مجالات وأنشطة اقتصادية كالاستثمار في الأوراق المالية، وقد يستثمر أمواله في مجال العقارات، كما أن المستثمر من بين أعماله شراء الأرض ثم البناء عليها ليقوم بعد ذلك ببيع أو تأجير الوحدات السكنية التي يقوم ببنائها لغرض تحقيق الربح، حيث يوجه أمواله في وعاء استثماري معين وهي العقارات محدودة المخاطر. أما المطور فهو شخص يختص بتطوير القطاع العقاري دون غيره من القطاعات الأخرى، فيستثمر أمواله في أرض سواء كانت هذه الأرض عائدة للقطاع العام أو القطاع الخاص، يقوم بتطويرها بهدف تحقيق الربح وتحقيق فائدة للمجتمع بالارتقاء بالمجال الحضري وتحسين النمط العمراني وتوسيع البناء التحتية. وعليه إذا كان الشخص يزاول نشاط الاستثمار في مجال تطوير العقارات فإننا نكون أمام مطور عقاري. أما إذا كانت مزاولة النشاط الاستثماري في مجال آخر غير تطوير العقارات فيسمى الشخص عند ذلك بالمستثمر، فمصطلح المستثمر هو أعم وأشمل من مصطلح المطور العقاري. نأتي ثانيا بعد أن بينا مصطلح المطور العقاري وتعريفه في القانون العراقي والقوانين المقارنة، وهل أن مصطلح المطور هو أعم وأشمل أم مصطلح المستثمر، نأتي ثانيا إلى بيان شروط ممارسة مهنة التطوير العقاري. لكي يمارس المطور العقاري عمله لابد من أن تتوافر فيه عدة شروط، وهي وأهم هذه الشروط هو الترخيص، وهو شرط إجرائي لأن نشاط التطوير العقاري من الأنشطة الاستثمارية، فإن الدول تقيد ممارسة
إجازته عبر فرض نظام الترخيص أو بما يعني الإجازة، فلا يجوز لأي فرد المباشرة بأي نشاط من أنشطة التطوير العقاري إلا بعد الحصول على الترخيص. ويعرف الترخيص بأنه الإذن الذي يمنح للأفراد من الدولة بالسماح لهم بممارسة نشاط معين. ويشترط الحصول على الترخيص أن يكون المطور العقاري قد توافرت فيه الشروط القانونية اللازمة لمباشرة نشاط التطوير العقاري، مع ملاحظة أن ترخيص مزاولة نشاط التطوير العقاري يختلف عن ترخيص المشاريع، حيث أن المشرع القطري والمصري والجزائري والسوري قد نظم ترخيص مزاولة نشاط التطوير العقاري بأحكام تختلف عن الأحكام التي تنظم ترخيص المشاريع. في حين أن مشرعنا العراقي اللي نظم لنا قانون الاستثمار كله ب37 مادة قانونية لم يبين شروط مزاولة نشاط الترخيص العقاري وشروط ترخيص المشاريع التطويرية، وما يمثل نقصا تشريعيا ندعو المشرع العراقي إلى تلافيه بتعديل قانون الاستثمار وبيان الشروط الواجب توافرها لمزاولة نشاط الترخيص العقاري وبيان شروط ترخيص المشاريع التطويرية كل على حدة وبشكل تفصيلي نظرا للأهمية التي يختص بها قانون الاستثمار العراقي. في الوقت الذي يكون فيه الترخيص لمزاولة النشاط شرطا بالنسبة للمطور تكون له مدة معينة تختلف القوانين في تحديدها ما بين سنة واحدة كما هو الحال في القانون المصري والإماراتي أو 3 سنوات كما هو الحال في القانون القطري. كما يجب على المطور العقاري تجديد رخصة التطوير العقاري والممنوحة لمدة قد تكون سنة أو مدة لا تزيد عن 3 سنوات، إذ يجب على المطور العقاري أن يجدد الرخصة مرة كل 3 سنوات على أبعد تقدير. وإن تم رفض طلب المطور العقاري في تجديد رخصته فإن قرار الرفض لن يكون قطعيا، بل إنه قابل للتظلم فيه أمام الوزير المختص خلال مدة أقصاها 60 يوم من تاريخ إخطاره بالقرار أو من تاريخ اعتباره مرفوض من قضاء المدة دون رد، حيث يعد رفضا ضمنيا للطلب. في حين أن مشرعنا العراقي لم يشر إلى المدة المحددة لانتهاء الترخيص الممنوح للمطور العقاري، وعليه ندعو المشرع العراقي إلى تنظيم مدة منح الترخيص للمطور العقاري وتحديدها بسنة واحدة. ونقترح على المشرع العراقي النص الآتي لتحديد مدة الترخيص بالنص على إضافة النص الآتي: تصدر الهيئة الوطنية للاستثمار وعلى مسؤوليتها إجازة استيفاء المطور العقاري كل شروط ممارسة مهنة التطوير العقاري ولضمان جدية العمل ولضمان جدية التعامل على الوحدات العقارية محل المشروع. منعت قوانين المطور الرئيسي أو الفرعي من البدء في تنفيذ المشروع قبل حصول المطور العقاري على ترخيصه من الجهة الإدارية المختصة والانتهاء من المخطط الرئيسي أو الفرعي للمشروع. وعليه فقد نصت المادة 6 من قانون الترقية العقارية الجزائري النافذ على أنه كل عملية ترميم عقاري أو إعادة تأهيل أو تجديد عمراني أو إعادة هيكلية أو تدعيم بحاجة إلى ترخيص إداري مسبق يمنع المشروع في أي من الأشغال المذكورة دون الحصول على هذا الترخيص. ولم نجد في قانون الاستثمار العراقي النافذ ما يشير إلى المنع بدء تنفيذ المشروع قبل الحصول المطور العقاري على الإجازة من الهيئة الوطنية للاستثمار. هذا يشكل نقصا تشريعيا بحاجة إلى تدخل المشرع العراقي لتفاديه بالنص على عدم جواز مباشرة المطور العقاري بأعمال التطوير العقاري قبل الحصول على الإجازة من الهيئة الوطنية للاستثمار. الشرط الثاني من شروط ممارسة عمل الترقية العقارية هو وجود حساب الضمان. طبعا وجود حساب الضمان هو يعتبر من أهم الشروط اللي تضمن وجود تمويل المشروع وتحافظ على الأموال المستحصلة من الأشخاص اللي اشتروا وحدات العقارية المبنية على الخريطة. لذلك فوجود حساب الضمان هو شرط موضوعي، حيث يجب على المطور العقاري أن يكون عملية إدارة حساباته الخاصة وأعماله بأي مشروع من خلال حساب الضمان. ليش؟ لكونه يمثل ضمان المشتري فيما يدفعه، فلا تستخدم الأموال المدفوعة إلا لأغراض المشروع المخصص، فلا تبدد من قبل البائع أو لن يتم التلاعب بهذه الأموال في حال وجود حساب الضمان. وقد أكد القانون القطري والقانون الإماراتي على وجوب فتح حساب الضمان، وإذا تعددت المشاريع فيجب فتح حساب ضمان مستقل لكل مشروع على حدة، وذلك بموجب طلب يقدمه المطور العقاري إلى الإدارة مشفوعاً بالمستندات المطلوبة اللي تحددها الإدارة. وبعد فتح الحساب بموجب اتفاق بين المطور والبنك يحدد مقتضى حقوق والتزامات كل منهما يكون الحساب مملوك للمطور العقاري.
وأهم ما يميز حساب الضمان أن دائني المطور لا يجوز لهم الحجز عليه حماية للمشترين من تواطؤ المطور مع غيره من الدائنين الذين قد يكونون صوريين في أغلب الأحيان، أي أن ديونهم وهمية غير حقيقية، لذلك يتدخل المشرع في تحديد ما يصرف للمطور وفقا لمراحل البناء التي ينجزها، على أن يراعى أن أول دفعة تصرف للمطور من حساب الضمان لا يستحقها ما لم يكن قد أنجز 20% على الأقل من الأعمال الإنشائية للمشروع. وفي كل الأحوال يحجز ما يعادل 5% من مبلغ حساب الضمان الإجمالي لأي مشروع، ولا يسلم للمطور العقاري إلا بعد انقضاء المدة التي تحددها الوزارة. وقد منع القانون القطري من التسديد المباشر للمطور العقاري، ويتولى الرقابة على هذا الحساب المصرفي ويتولى الرقابة على هذا الحساب المصرف المركزي القطري، اللي يصدر تعليمات وضوابط تنظيمية لإدارة الحساب وإجراءات الإيداع فيه وأي أحكام تنظيمية أخرى، في حين أن المشرع المحلي لإمارة الشارقة لم يلزم المطور العقاري بفتح حساب ضمان، إذ أن تسديد الثمن يكون بموجب شيكات محررة باسم المطور العقاري، وأن هذه المبالغ تكون مملوكة للمطور العقاري ولكنه لا يملك التصرف بها إلا وفقا للقانون لأنها بمنزلة أمانة بيده، وإلا فإنه سوف يتعرض للعقوبات القانونية، في حين أن مشرعنا العراقي لم يشترط على المطور العقاري أن يفتح حساب ضمان، مما يمثل نقص تشريعي يضعف من ثقة المتعاملين مع المطور العقاري، لما يمثله حساب الضمان من ضمانة للمستفيدين من عمل المطور العقاري. وعليه ندعو المشرع العراقي أن يشترط على من يمارس نشاط التطوير العقاري فتح حساب ضمان باسمه عن كل عمل تطويري يقوم به، ويجب أن ينظم حساب الضمان بشكل تفصيلي يتضمن التأكيد على أن حساب الضمان مفتوح يكون مملوك للمطور العقاري. ثانياً، عدم جواز الحجز على حساب الضمان من قبل دائني المطور العقاري. ثلاثة، تتولى الهيئة الوطنية للاستثمار تحديد ما يصرف للمطور العقاري وفقاً لمراحل البناء التي ينجزها. ونقترح على المشرع العراقي أن أول دفعة تصرف المطور العقاري من حساب الضمان يجب أن لا تصرف إلا بعد أن ينجز 25% من الأعمال الإنشائية للمشروع، وفي كل الأحوال تحجز الهيئة الوطنية للاستثمار ما يعادل 10% من مبلغ حساب الضمان الإجمالي للمشروع، ولا يسلم للمطور العقاري إلا بعد إصلاح العيوب في حال ظهورها في البناء وخلال مدة يتم تحديدها من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار. بهاي الحالة بينا مفهوم المطور العقاري، ثم بينا الشروط اللي يتطلبها لممارسة مهنة التطوير العقاري. المطور العقاري اللي هو راح يتولى عملية إنشاء الوحدات السكنية والمباني السكنية العملاقة داخل المدن والنهوض بالبنى التحتية داخل العراق، وهو ما عهد إليه قانون الاستثمار العراقي القيام بهذه المهمة. هذا الشخص عليه التزامات وله حقوق. راح نحاول أن نستعرض بعض الالتزامات اللي فرضت على كاهل المطور العقاري للقيام بأعماله، وهذه الالتزامات هي التزام بإنجاز العمل ضمن الموعد المحدد له في العقد، والالتزام بتسليم العمل، والالتزام بضمان العيوب الظاهرة. نجي على أول التزام، هو التزام المطور العقاري بإنجاز العمل ضمن الموعد المحدد له. يتعين على المطور العقاري عند البدء بتنفيذ مشروع التطوير الالتزام ما تفرضه عليه التشريعات المعنية بتنظيم نشاط المطور، ومنها على وجه الخصوص أولاً الالتزام بقواعد التسويق والإعلان عن المشروع، فيجب على المطور أن يختار الوسيلة الإعلانية الملائمة حتى يصل الإعلان إلى الجمهور الموجه إليه، واختيار الوسيلة الملائمة لإيصال الرسالة الإعلانية يعد أمرا مهما يساعد على جعل الإعلان التجاري بارزا، كما يجب عليه أن يختار الوقت المسموح به قانونا بالبدء بالإعلان عن المشروع. ولأهمية الإعلان عن المشروع، فقد عرفت المادة الأولى من المرسوم الأمير رقم 11 سنة 2008 لمؤسسة عجمان للتنظيم العقاري في الإمارات بأن أي مادة دعائية أو ترويجية أو إعلانية أيا كان شكلها أو محتواها تتعلق بترويج أو تسويق أو بيع أو شراء أو تنازل عن ملكية أي وحدة عقارية متضمنة في مشروع عقاري أو في بناية استثمارية سواء
تم قيد المشروع المعني أو البناية الاستثمارية المعنية في سجلات المشروع العقاري أم لم يتم ذلك القيد، ونظر لما تحدثه الدعاية والإعلام من تأثير في النفوس لكونها قد لا تترجم الحقيقة بسبب مبالغة في ذكر مواصفات المشروع الفنية، فقد لجأت غالبية تشريعات التطوير إلى توفير الحماية للمشتري الذي قد يقبل التعاقد في مشروع وهمي قبل أن يتيقن من جديته، وذلك عن طريق منع المطور الرئيسي وكذلك الفرعي من القيام بالإعلان عنه، ويشمل المنع كل وسائل الإعلام بكافة أشكالها المرئية والمسموعة والمقروءة سواء كانت محلية أم أجنبية، فضلاً عن منع المشاركة في المعارض سواء كانت داخلية أم خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص التسويق والإعلان والعرض في المعارض. ونصت المادة 29 من قانون تنظيم التطوير العقاري القطري على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة التي لا تزيد عن 50,000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعلن أو طرح على الجمهور بأي وسيلة وحدات للبيع على الخريطة بالمخالفة لإحكام مادة 10 من هذا القانون. أما في العراق فلم يتضمن قانون الاستثمار العراقي النافذ ما يشير إلى إلزام المطور بعدم القيام بالحملات الإعلانية والتسويقية عن المشروع التطويري إلا بعد الحصول على الترخيص أو معاقبته في حال استخدام إعلام مضلل وكاذب من شأن خداع جمهور المستهلكين، وهو ما يعد نقصا يستوجب المعالجة. وعليه نقترح على المشرع العراقي أن يعدل قانون الاستثمار العراقي بأن يضمن هذا القانون عقوبة على بدء الإعلان دون الحصول على موافقة. الالتزام الثاني للمطور العقاري هو التزام المطور بعدم التصرف في مشروع التطوير العقاري أو الاقتراض بضمان حساب المشروع، فالأصل أنه لا يجوز للمطور العقاري التصرف في مشروع التطوير العقاري وذلك للحفاظ على حقوق المشترين من خشية الإضرار بهم، واستثناء أن يجوز للمطور التصرف ويتوافر شروط يحددها المشرع، وذلك فقد نص الفقرة السادسة من المادة 9 من قانون تطوير العقاري السوري لا يجوز المطور العقاري التنازل عن المشروع المشمول بأحكام القانون وهذا القرار قبل التعاقد مع الجهة الإدارية على تنفيذه، ولا يجوز المطور العقاري التنازل عن المشروع المتعاقد عليه المطور آخر إلا بموافقة المجلس وبناء على مذكرة تبريرية توافق عليها الجهة الإدارية وذلك وفق الشروط اللي ذكرها المشرع السوري. وأجاز قانون الاستثمار العراقي النافذ بموجب المادة 10 زاي نقل ملكية جزء من المشروع الاستثماري إلى المطور الثانوي بعد توافر 3 شروط: أن يكون المطور قد أنجز نسبة 40% من المشروع، أن يحصل المطور على موافقة الهيئة مانحة الإجازة، أن يقتصر نقل الملكية على جزء من المشروع الاستثماري وحضر على المطور الثانوي ونقل ملكية المشروع الاستثماري إلا بعد إنجاز كامل المشروع. كما يقع على المطور العقاري التزام بعدم الاقتراض بضمان حساب المشروع وذلك المحافظة على أهم ضمانات إنجاز المشروع ألا وهو حساب ضمان مشروع التطوير العقاري، إذ أن السماح للمطور بالاقتراض بضمان الحساب قد يؤدي في النهاية إلى الإضرار بجميع مشتري الوحدات العقارية وذلك في حال إذا ما تقاعس المطور عن سداد قيمة القرض للجهة الدائنة، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى التنفيذ على كافة المبالغ المودعة بحساب الضمان. وفي الوقت نفسه عجز المطور عن الوفاء بالتزامات تجاه المتعاملين معه على الوحدات العقارية، إلا أن المشرع أجاز الاقتراض بضمان المشروع دون حسابه وذلك بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة على وفق ضوابط معينة. وبعد الرجوع إلى قانون الاستثمار العراقي النافذ نجد أن المشرع العراقي في الأصل لم ينظم حساب الضمان وبالتالي لم ينظم آلية الاقتراض بضمان المشروع دون حسابه، لذا ندعو المشرع العراقي إلى تلافي هذا النقص بتعديل قانون الاستثمار العراقي والنص على الاقتراض بضمان المشروع كوسيلة ضامنة لتنفيذ المطور العقاري للمشروع التطويري. نجي إلى الالتزام الثالث هو التزام المطور العقاري بعدم تغيير شكل القانوني. يحظر على المطور العقاري تغيير شكل القانوني في أثناء تنفيذ أعمال مشروع التطوير ويتعين عليه أن يظل محتفظا بشكل الذي منح على أساس الترخيص بمزاولة أعمال التطوير العقاري وترخيص مشروع التطوير ذاته وذلك لحين الانتهاء من أعمال التنفيذ وتسليم كافة الوحدات
الوحدات المشروع العقارية لمشتريها، وعليه فقط نصت المادة 16 من قانون تنظيم القطاع العقاري البحريني النافذ على أنه مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم رقم 21 سنة 2001 لا يجوز تغيير الشكل القانوني للمطور سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا إلا بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع التطوير العقاري وتسليمه وبعد موافقة المؤسسة، كما نصت المادة 22 من قانون الترقية العقارية الجزائري النافذ على أنه لا يمكن للمرقى العقاري أن يغير الشكل والتسمية وعنوان الشركة خلال نشاطه لأن ذلك يؤدي إلى بطلان الاعتماد وبحكم القانون، واستثناء أن يجوز المطور تغيير الشكل القانوني في حالتين، الحالة الأولى أن يتم التغيير في الشكل القانوني للمطور بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع التطوير العقاري وتسليمه، الحالة الثانية بموافقة الجهة الإدارية على هذا التغيير. وبالرجوع إلى قانون الاستثمار العراقي النافذ، فإن المشرع العراقي لم يتطرق لمثل هذا الالتزام، وهو نقص تشريعي يمكن تلافيه بقيام المشرع العراقي بتعديل قانون الاستثمار والنص على هذا الالتزام. لذلك نقترح على المشرع العراقي النص الآتي بأن يضيف إلى قانون الاستثمار النص أنه يحظر على المطور العقاري تغيير الشكل القانوني إلا بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع التطوير العقاري وتسليمه وبعد موافقة الهيئة الوطنية للاستثمار على أن لا يحدث التغيير إخلالا بحقوق المودعين أو ضمانات إنجاز المشروع. وبعد أن نفذ المطور العقاري التزاماته بقواعد التسويق والإعلان عن المشروع وعدم تصرف مشروع التطوير العقاري أو الاقتراض بضمان حساب المشروع وعدم تغيير الشكل القانوني، عليه أن يقوم بإنجاز عمل التطوير العقاري، ويعد التزام المطور العقاري بإنجاز العمل وهو البناء التزام جوهري الذي يقع على عاتقه، فهو مالك المشروع والمحور الذي تدور العملية التعاقدية في عقد بيع المباني على الخارطة، ويلتزم المطور بالبناء وبإتمام التنفيذ، ولفكرة تمام البناء أثر بارز في بيع الوحدات العقارية على الخريطة، إذ يتوقف على تمام البناء اكتساب مقتني الوحدة العقارية لملكيتها، فضلا عن إثبات الانتهاء من البناء يحدد وقت تسليم الوحدة العقارية. ورجوع إلى القواعد العامة وجدنا أنها تحدد الانتهاء من البناء طبقا للشروط المتفق عليها بين المتعاقدين، فيكفي للتحقق من تمام البناء المقارنة بين وضع البناء وما تم الاتفاق عليه في العقد، وبناء على ذلك تقدر فكرة تمام البناء من فكرة المطابقة المواصفات التي هي إحدى التزامات المطور العقاري. طبعا احنا نكتفي بهذا القدر لهذا اليوم، وإن شاء الله راح نكمل ما يتعلق بقانون الاستثمار العراقي والجزئية المهمة اللي أوجدها قانون الاستثمار العراقي وهو المطور العقاري. أستاذ محمد، نعم دكتور، نعم أي راح نكتفي بهذا القدر اليوم، وإن شاء الله نكمل باقي محاور دورتنا التدريبية اليوم غد إن شاء الله. تمام دكتورة، جزيتي خيرا على هذه الله يخليك، المعلومات، أنا بارك أشكرك الله جزيل فيكي، الشكر، ربي الله يسلمك يخليك، دكتورة. إذا ممكن دكتورة ننتظر المشاركين 5 دقائق أو أقل إن شاء الله، إذا إن شاء كان الله، لديهم أسئلة حتى تجيب لنا عليها لطفا، إن شاء بارك الله، الله إن شاء الله، موجودة ويا حضرتكم. ربي يسلمك. أعزائي المشاركين الكرام، إذا كان لديكم أسئلة يمكنكم كتابتها في الدردشة. أعزائي المشاركين الكرام، هل لديكم أسئلة قبل إنهاء المحاضرة؟ دكتورة أنسان، يمكنك شكر المشاركين الكرام، الكثير والكثير منهم يشكر جهودك شكرا جزيلا لهذا لكم، المحاضرة. أشكرهم، بارك أشكرك الله. طبعا بالبداية، وأشكر حضور كل من حضر هاي الدورة التدريبية، وأرجو من عندهم أن يحضروا إن شاء الله باكر ولغرض الاستفادة وزيادة المعرفة القانونية بموضوع قانون الاستثمار العراقي. بالتأكيد إن شاء الله. إن شاء الله. إذن أكرر شكري وامتناني.
إلى أستاذ مساء دكتور أنسام أمين الرشيد التدريسية في كلية العلوم السياسية جامعة النهرين على جهدها القيم في تقديم هذه المعلومات لجميع الحضور الكرام. غدا ملتقانا في الموعد نفسه في تمام الساعة 9 مساء بإذن الله تعالى. إن شاء الله. دكتورة يمكنك المغادرة. شكرا جزيلا. شكرا سأبقى قليلا مع المشاركين الكرام حتى إذا كان لديهم أي مشارك لم يتم تسجيل للدخول للاستمارة حتى يملأ الاستمارة على مهله. شكرا دكتورة، بارك الله فيك، نلتقي غدا إن شاء الله. إن شاء الله. الله يبارك فيك. مع السلامة. مع السلامة. أهلا دكتورة، حياك الله. يا أهلا مرحبا دكتور. أعزائي المشاركين الكرام، هل الجميع قام بتسجيل الحضور؟ بالنسبة للملف البي دي اف بالتأكيد يجب يعني أخذ موافقة الدكتورة إنسام قبل يعني قبل نشره إن شاء الله. غدا يعني إن شاء الله نترخص من الدكتورة لنشر ملف المحاضرة بإذن الله. هل لديكم من لم يسجل في رابط الحضور؟ هل الجميع قام بتسجيل الحضور قبل مغادرة المنصة؟ عفوا، للتأكد ادخل على الجيميل، ادخل على جيميلك على الرسائل، ستجد صورة بالاستمارة التي أرسلتها إلينا. هذه يعني أنسب طريقة وأسرع طريقة. سؤال الجيميل. إذا ممكن أرسل اسمك. هذا الاسم انسان تبي تسجيل في رابط الحضور استاذ وليد. تمام استاذ وليد، الاسم موجود. استاذ وليد الاسم موجود. تمام. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. هل الجميع قام بتسجيل الحضور قبل مغادرة المنصة؟ كل مشارك لديه مشكلة في تسجيل الدخول يراسلنا عبر الواتساب، هذا رقمي في الشات. أهلا وسهلا أستاذ يوسف، بارك الله فيك. تمام أستاذ فاطمة، لا مشكلة لا مشكلة، حتى وان عدلتي تبقى في الاستمارة المعلومات المعدلة. أه
أهلا وسهلا، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم جميعا. شكرا جزيلا أستاذ أسلم، بارك الله فيك. أعزائي المشاركين، هل الجميع قام بتسجيل الحضور؟ للتذكير، المحاضرة الثانية غدا في المواد المسلسلة في المهم الساعة 9 مساء بإذن الله تعالى. إلى هنا ننهي محاضرتنا لهذا اليوم، نلتقي غدا على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.